إذن مشاهدينا ما زلنا مستمرين معكم في أمسيتنا لهذا المساء، وفي اليوم العالمي للصحة النفسية تولي دولة الإمارات أهمية كبرى للرعاية والصحة النفسية التي تعد جزءا لا يتجزأ من الصحة العامة وعاملا رئيسيا في رفاه المجتمع واستقراره وقدرة أبنائه على العطاء والإبداع ومواصلة مسيرة التنمية وإنجازها على أكمل وجه. للحديث أكثر عن أهمية الصحة النفسية يسعدنا أن تكون معنا عبر مداخلة هاتفية الأستاذة لما الصفدي، اختصاصي نفسي. أستاذة لما، أهلا وسهلا بك. أهلا فيك، أهلا، مساء الخير. أستاذة لما، دائما ما نتحدث عن الصحة الجسدية وأهمية الاهتمام بجسد الإنسان، ولكن الصحة النفسية أيضا لها أولوية حتى يستطيع الإنسان مواصلة هذه الحياة والإقبال على الحياة. فلو تطلعينا في البداية على أهمية الصحة النفسية. الصحة النفسية دائما نحن نقول بأنه الإنسان لما يعاني من صداع ما ممكن يتحمله ساعة ساعتين أو حتى لو يوم، وبعدها يبدأ بالبحث عن أسباب، بأنه شو أسباب الصداع اللي أنا بعاني منه، مين أقرب طبيب، شو المسكن ممكن يعطيني النتيجة. وهذا الشيء دائما نعكسه حتى على نحن أمراضنا النفسية، لأنه الأمراض النفسية أيضا هي إلها ممكن يكون مؤشرات وآلام وانزعاج ممكن نعاني منه. ولكن المشكلة للأسف أنه حاليا صرنا مرحلة متطورة، ولكن خلال السنوات الماضية كان دائما في تعتيم لمفهوم الصحة النفسية، والإعلام هو كان الشريك. يعني أنا اليوم إذا تذكرت بكل الأفلام اللي كانت على مر السنوات الماضية، المريض النفسي تحت اسمه مسمى مجنون، المستشفى النفسي هو ألم، كهرباء، صراخ. يعني نحن بذاكرتنا في عنا حتى بالأفلام يمكن أكثرها المصرية اللي كنا نشوفها كان مرتبط المرض النفسي بشيء عيب وعار وغلط. اليوم على مر السنوات الوعي، التكييف والجهود الحكومية الموجودة واللي هي صار في إبقاء، فعلا الناس صارت تعرف أهمية إذا أنا كان عندي مرض نفسي هذا لا يعني أنه عيب ولا غلط ولا هذا شيء عار يعتبر، والعلاج النفسي ليس مؤلم ولا يعتبر بأنه ممكن أنا يوقفني عن الحياة، بالعكس هو رح يرجعني للحياة. فصار عندنا هذا الوعي بأنه لازم اليوم العالمي للوعي والصحة النفسية. نعم، أتوقع هو جانب مهم أيضا أستاذة لما، لأن الحياة أصبحت متسارعة الآن ويحتاج الإنسان إلى دعم نفسي حتى يواصل هذا التسارع ويتزامن معه ويكون أيضا موازي هذا الزمن وتسارعه بإنجازات. أيضا هو مطالب بعمل يقدمه في هذا المجتمع ولنفسه أيضا، فما هي العوامل والأساليب التي قد تساعد على تعزيز وتحسين الصحة النفسية لدينا؟ أول نقطة هي الاعتراف بأنه إذا أنا فعلا عندي مشاكل نفسية. يعني نحن بنعرف نحن حصيلة ما تربينا عليه، حصيلة تربيتنا اللي هي بتجي من الطفولة، المراهقة إلى ما هنالك. أحيانا نحن بنمر بمراحل إنكار، طب نوصل لشخصيتنا الحالية اللي نحن بنسميها هي عبارة عن تراكمات كل ما مرينا فيه بحياتنا. كيف بيظهر؟ بيظهر بأنه الإنسان ممكن يكون غير منتج بعمله، في مشاكل في الحياة الزوجية، فشل في العلاقات العاطفية، تعدد في العلاقات العاطفية، الإحساس دائما بأنه السعي تجاه الأشياء في الحياة هي نتيجة احتياج عاطفي. فبالتالي أنا لما بيكون عندي هذا الوعي بأنه أولا قيم، طيب أنا شو مشكلتي بهالحياة؟ هي نتيجة اللي أنا تربيته، مراهقتي، طفولتي، صدمات اللي أنا عشتها، يمكن خيبات أمل وصلتني لليوم للحالة اللي أنا فيها وحاس نفسي غير منتج. مثل ما تفضلتي، نحن اليوم بتسارع مع الزمن، بإنتاجية، بفعالية، لابد أنه نحن نعطي أهمية لهذا الموضوع، لأنه أول مراحل دائما أنا بقول له، مجرد ما أي إنسان، يعني حتى اللي بشوفهم كاستشارات، أول إنسان بقول له أنت وصلت لي، فبالتالي أنت شخص قطعت نصف طريق العلاج. بالفعل، لأنه أولا أنه أن الإنسان هو يكتشف مشكلته ويبدأ ببحث عن مختص، فأنا بعتبره بأنه هو فعلا يعني قطع هي القسم الأكثر على أنه هو يكون إنسان صحيح نفسيا بهذا الموضوع. النقطة الثانية أنه نحن ما نعتبر الموضوع بأنه هذا الموضوع ممكن يشكل خطر على شخصيتي كأسم. في كثير ناس بعملهم أو بشخصيتهم، لا أنا مستحيل أتعالج نفسيا أو أعترف أمام شريكي أو شريكتي أو أهلي أو أي مجتمع بالموضوع، ولكن هذا الموضوع لا يعد عيب، لأنه نحن مثل ما عندنا أمراض الضغط والسكر، الأمراض النفسية هي نتيجة اختلال بكيميائي تدمان السيارات العصبية، وأحيانا بيكون بالغدد بالجسم، وأيضاً هي أسبابها ممكن يكون منشأها جسد. نعم، إذن يعني الآن أصبح هناك وعي أستاذة لما، بعيداً عن النظرة السوداوية التي كانت موجودة في السابق، الآن الحمد لله هناك وعي، هناك اطلاع على أهمية الصحة النفسية لدى الإنسان.
فأتى شعار اليوم العالمي للصحة النفسية هذا العام هو ضمان أن تصبح الصحة العقلية والرفاهية للجميع أولوية عالمية. فإلى أي مدى أستاذ لمان نستطيع القول بأن أفراد المجتمع على دراية تامة بهذه الأولوية؟ جدا خلال السنوات الماضية أنا الوعي اللي شفته كتطور، يعني خصوصا بدولة الإمارات، الوعي، كمية الوعي بالصحة النفسية اللي عمدها خلينا نقول آخر 6 سنوات يمكن ما كان في السابق بنفس درجة الوعي. اليوم نحن بنشوف أزواج بياخدوا استشارات لإنجاح زواجهم، أهل مهتمين بأطفالهم لتعديل سلوكهم، أشخاص هن غير ناجحين بالعمل بيدوروا عن فكرة الكفاءة العملية الذاتية، فكرة الذكاء العاطفي، يعني حتى صار عندنا مصطلحات الناس بتآمن فيها وبتسعى أن هي تقتبس هذا المصطلح، وبطل الموضوع بيرتبط بالخجل. بالعكس، يعني نحن بنشوف لما كثير هذا شيء إيجابي، لما بنشوف زوجين هم جايين لعم مختص وعبيعزوا مشاكلهم الزوجية هذا يعتبر وعي. لما بنشوف شخص حاسس نفسه بأنه أنا فعلا عندي مشاكل بداخلي، فعندي فشل باختيار شريك حياتي، أو عندي فشل بزواجي، أو عندي فشل بتعاملي مع أهلي، فهو بيقصد. لما بنشوف أحيانا حتى كيف نتعامل الأمراض النفسية حتى بتصيب الأطفال، الوعي أنه بإدراك نفسية طفلي من عمر مبكر أنه هل طفلي فعلا سليم نفسيا أو لا، هذا كثير شيء إيجابي ومبشر. أنا بعتبر أنه فعلا يمكن هي الجهود الكثير اللي هي بتبذل دولة الإمارات أتت بثمارها على مر كل هالسنين من كل الجهات الحكومية والمستشفيات والمختصين، حتى الإعلام اللي هو الشريك إيجابي بشدة بكل القنوات الفضائية لتمكين فكرة بأنه الوعي النفسي نحن جسد ونفس، وكل منهم لديه حق عليه. يعني مثل ما جسدك لديه حق أنت بتروح تأكل أكل صحي، بتلعب رياضة، بتزور الطبيب، تعمل فحوصاتك، لابد أيضا أنه أنت تكون متابع للوعي النفسي اللي هو موجود فيك حتى تشعر بالسكينة والهدوء وتكون إنسان مستقر في مبينة. نعم، إذن هي شراكة بين الجميع أستاذة لما كما ذكرتي، بين المؤسسات، الدوائر، جهود دولة الإمارات المقدمة للاعتناء بالإنسان من جميع الجوانب، إن كانت صحة نفسية أو جسدية. فكما هو جسدنا يعني مسؤولين عن هذا الجسد، أيضا مسؤولين عن هذه النفس التي دائما تطمح أن تكون براحة، وحتى تكون أيضا مستمرة في عطائها في هذه الحياة. إذن الأستاذة لما الصفدي، اختصاصي نفسي، شكرا على هذه المداخلة وعلى توضيح هذا الأمر، شكرا لك.